السلام عليكم شباب، شلونكم؟ طبعا قبل لا يبدا المقطع راح احكي بكم شغله، وقبل لا اقول الشغلات ما عليكم بلحيتي وشعري، ترى الوضع تعبان ورا الحجر وما اعرف زين بالبيت. الشغله الاولى اللي راح اقولها انه انا راح ابدي ابث بين يوم ويوم او يوميه على تويتش الساعه 5 الفجر وفوق. ليش الساعه 5؟ لانه النت بالعراق تعبان. هذا واحد. اثنين، ليش ابث بتويتش؟ لانه وما بث في فيسبوك ويوتيوب. اول شيء اليوتيوب، احس انه اليوتيوب برايي الشخصي طبعا اليوتيوب مو مال البثوث ومنصه تعبانه للبثوث. اثنين، ليش ما بث باليوتيوب؟ لانه اليوتيوب احسه منصه لصناعه المحتوى فقط لا غير. فاتجهت للتويتش واللي اشوفه برايي احسن منصه للبثوث حاليا هالفتره. وبنفس الوقت اريد اجيب البارتنر بالتويتش لانه يفيدني بهواي شغلات. شلون اجيب البارتنر بالتويتش او علامة الصح يعني البارتنر؟ لازم مشاهدات كل بث تقريبا 75 وفوق، الافرج من المشاهدات 75. فاللي يريد يدعمني ويخليني اجيب البارتنر يروح يسوي لي متابعة بالتويتش ويشوف البثوث اذا حاب. طبعا الشغلة الثالثة اريد اقولها، ليش ما انزل مقطع باليوم او مقطع كل يومية واتعب بالثامنيل اللي هي صورة المقطع، واتعب بالمونتاج ويعني او اتعلم مونتاج بشكل احترافي؟ اسباب عديدة راح اذكرها. اول سبب انه اني برو بلاير، لاعب محترف، ما اقدر اترك التدريبات اللي هي السكريمز، وما اقدر اترك البطولات، ولا اقدر اترك التيم والجا انه بس اتعلم شلون اسوي ثمنيل واتعلم شلون اسوي مونتاج. السبب الثاني انه ارباح القناه اللي اجيبها ما تكفي انه اعطي الشخص راتب شهري مثلا لنفرض 200 دولار او اكثر حسب او اقل حسب انه قد ياخذون هم اللي يسوون مونتاجات ثمنيلات. ما تكفي ان انطيهم راتب شهري حتى هم يسوون الثامبنيلز والمنتج كله عليهم، مجرد انا انطيهم اللقطات هم يسووها. لانه مثل ما تشوفون ارباح القناه هاي خلال من انشات القناه لي هسه عندي 1,720,000 مشاهده، الارباح 477 دولار خلال يمكن سنتين او كذا. انا ابدا ما مستلم ولا دينار من اليوتيوب، ابد 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 يعني ما مستلم ولا دينار من اليوتيوب. هاي كلها من بدايه القناه لي هسه، هاي الارباح مال القناه. وحتى اذا تشوفون راح اشوفكم كل شهر حرفيا اطلع 31 دولار او 32 دولار او 33 حسب الفيديوهات اللي انزلها بالزايد. يعني هاي اذا بالشهر انزل 15 فيديو احصل 40 45 دولار. قبل لا يبدا الفيديو انه اكو 40% من يبيعون الفيديوهات ما مسوين سبسكرايب، فاللي ما مسوي وناسي خلي يسوي سبسكرايب ويدوس لايك. وادري طولت عليكم واسرع خليكم المقطع. شكرا على المشاهده مقدما، في مؤله. باي باي. ليه ما الدبل دور ملاح هذا اللي قدامك على اليسار؟ ايه ده؟ يسارة كلش دي درون. تعال دي درون. نايس جيم نايس. تعال دي درون. تعال دي درون ملاح ما يسمعك هو دي درون. حط درون. مع حظك. عيب عليك ملاح تخنقل. واحد ادمن واحد ادمن واحد ادمن واحد ادمن واحد ادمن واحد ادمن. خلنا نحط على ايم نكس. ابلع. معك ميرة. ايه 25 شبيه ملاح. لا Dude. Runaway 25.
دم. Soll mal Donnern sein. Soll mal das Dunn. It's a fake thing. You will be detected. Oh, friendly lol. Victoria. Hostiles eliminated. Yeah, I made two kills. I didn't help dig. Huh? Where is the Etihad? Huh? Lul. Op 4 has located a bomb. Easy. In main lobby door dead. In B, in. In B? Yeah. Impact. In bathroom. Op 4, last operator standing. I'm reloading. Op 4 eliminated. Mission successful. They were both like towards side. Impact out. One out, four remaining. Yes. Do on the roof, mask us. Is you do on the roof? Tony. One dead. Defended. Master, do master, one do master, one do master, one do. I'm being fast. Beating. Jimundo, into Jimundo. Nice. He's dead. He's dead. Yeah, I'm back. I'm back. Misses. He's coming up. Oh, one hallway, hallway. Misses. Misses in hallway. Misses in hallway. Shabab. Misses in hallway. I got killed from I don't know where. Bathroom, there's no rotation. Bathroom rotation. There's no rotation. خلاص خلاص شل شل هاي لازم هاي لازم. بس باع عن البرا لندو. 15. What the fuck? Main door, close, pass the door. 10 seconds to go. So, throw. دخل. 25 HP, 25. One more. ما عنده بعد. Nice. Ayy, man. Time limit expired. والله جدعان بلع مين؟ ريدينج نا لايبرري كف فعلان بنتري I speak, bro. You have entered an enemy controlled area. Leave now. If you remain in the zone, you will be detected by hostiles. You will be detected if you remain in this area.
Zufian diving. Zufian diving. You've entered an enemy controlled area. Leave now. Dead, nice. You have been spotted by hostiles. Fall back. واحد بريج واحد فوقك رد يا لسترز يا يا بريج واخي كان بريج كذاب ما في احد اخي من ضرب النيد لاعب كنت حيوان كلب اوب 4 لاست خسران يا اخي هو سبسكرايب ولايك والله عليكم زي كذي الله